هم. وأنا من هنا أدعو مؤسسات المال والأعمال والإعلام إلى دعم ليس فقط جمعية الفلسفة، إلى جميع الجمعيات ذات الطابع الأهلي المعنية بالثقافة بالفنون برفع مستوى الوعي الشعبي. يعني نحن نعيش في زمن من الانحدار الفكري للأسف بسبب طغيان الشعبي إذا جاز التعبير، أنا أسميه الجمهور الجماهيري وليس الشعبي، اللي هو بروز سقوط النخبة وبروز الجماهيري، أدى إلى غياب معايير حقيقية للبحث العلمي للإبداع الفني، فأصبح يعني اختلط الحابل بالنابل. لكن يصل إلى أن تسميه بالانحدار؟ نعم جدا. يعني أنا أرى أن الشباب الأطفال الصغار عندنا يتعرضون لجرعات خطيرة جدا، فكرية وذوقية وأخلاقية خطيرة جدا، من أناس غير، ليس بقصد منهم، لكن أناس ليس لديهم أي مقوم من مقومات أن يكونوا متحدثين عن الرأي العام. من هم الأناس هذولا؟ مشاهير السوشيال ميديا، أشخاص قد يعبر عن قيمة أخلاقية عظيمة بشكل سيء. هؤلاء الأشخاص تشوفهم في الوسائل التواصل، ما أقدر أجيب أسماء طبعاً، بعضهم حتى ما أعرف أسمائهم، لكن معروفين في التيك توك، في السناب شات، في التويتر. الحل من وجهة نظرك وش هو؟ هو دعم الثقافة النخبوية، إذا جاز التعبير، ما نسميها نخبوية، خلينا نقول المتخصصة، الثقافة المعيارية. ما هو إذا صارت نخبوية يا دكتور، كيف ستعطيها طابع الجماهيرية؟ لأنك أنت تريد أن تزاحم ثقافة جماهيرية موجودة. يمكن أنا أتراجع عن النخبوية، أقول تخصص، أقصد أن من ينتج لي عمل سينمائي أو نص فلسفي هم أناس لديهم خبرة، لديهم مهارة، لديهم عمل طويل من التدريب والميران، ويأتون يقدمون للناس، وليس بشرط أن يكون معقل. طيب مين المسؤول اليوم؟ هذول الناس اللي يقدمون هذا الفكر للجمهور، ولا الجمهور اللي يروح لهم ويتابعهم؟ والله هو الجمهور في هو المسؤول الأول، الجمهور جمهور، والجميع بالمناسبة يشجب هذا، رغم أنه في النهاية كلنا نبحث عن هذه الأشياء، حتى لو كنا نكرهها نبحث عنها حتى ننتقدها. يعني هي عملية معقدة جدا، يعني حتى لذلك بعض العلماء الاجتماعي يقول أن الجمهور كتلة صماء، الأفراد أنفسهم ليسوا جمهور. لكن